السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثامن. اليوم رح نبلش بالفصل الثاني من وحدة الأرض اللي هي استكشاف الفضاء، ورح نبلش بأول درس. ما هو استكشاف الفضاء؟ هو التعرف على مكونات الكون من أجرام سماوية ومواقعها وبعدها وبعدها وتركيبها. بدنا نعرف معلومة، لم يكن لدى الإنسان منذ القدم سوى العين المجردة للتعرف على الكون، ثم ظهرت الحاجة للاستعانة بوسيلة تعمل على زيادة قدرة الإنسان على رؤية التفاصيل أكثر، فكان صنع المقراب اللي هو التلسكوب اللي هو ساعدنا، وهي آلة قامت بمساعدة العلماء بشكل كبير على اكتشاف الفضاء ومعرفة مكوناته والأجرام السماوية الموجودة فيه. والمقراب هو آلة تقوم بتجميع أكبر كمية من الضوء الساقط من الأجرام السماوية باتجاه الأرض حتى تبدو أكثر وضوحاً. من هو أول من وجه المقراب نحو السماء في الليل؟ هو العالم الفلكي الإيطالي غاليليو. أبرز ما رصد العالم غاليليو في استكشاف الفضاء باستخدام المقراب: 1- رصد معالم سطح القمر، 2- رصد أقمار تدور حول كوكب الشمس. بدنا نتعرف هسا على مراحل استكشاف الفضاء. أول مرحلة مرحلة العين المجردة، حيث رصد قدماء المصريين والبابليون والصينيون الأجرام السماوية بالعين المجردة. 2- في عام 1608 قام العالم غاليليو بصنع أول مقراب، قام استخدامه العالم غاليليو، لكن أول مقراب تم صنعه من العالم الفلكي هانز ليبرشي. بعام 1609 صنع غاليليو مقراب يكبر الأشياء 33 ضعفاً، وهو أول من تمكن من رؤية جبال القمر بواسطة المقراب. 3- الصواريخ، 1- في عام 1957 انطلق أول قمر صناعي للفضاء للقيام بأعمال الاتصالات. 2- عام 1961 انطلقت أول رحلة فضاء للإنسان. جيم السبعينيات طور رواد الفضاء مهارات العيش في الفضاء على متن المحطات الفضائية. وآخر إشي في عام 1998 بدأ بناء محطة فضائية دولية هدفها التحضير لقضاء أوقات طويلة في الفضاء. الرحلات الفضائية تشمل على جزئان هما: 1- الصواريخ التي تعمل على نقل المركبة إلى الفضاء ووضعها في مدار المطلوب. 2- المركبة الفضائية التي يحملها الصاروخ. وتقسم المركبات الفضائية حسب الهدف المراد تحقيقه من الرحلة إلى: 1- المركبات الفضائية غير مأهولة، 2- مركبات فضائية مأهولة، 3- مركبات محطات فضائية، وآخر إشي المكوك الفضائي. المركبات الفضائية الغير مأهولة، وهي المركبات الفضائية التي لا تحمل الرواد وتحتوي على أجهزة ومعدات تتحكم بها من قواعد أرضية، وتقسم إلى: القمر الصناعي يوضع في مدارات خاصة حول الأرض أو أي كوكب. وما الأعمال التي يقوم بها القمر الصناعي؟ 1- الاتصالات، 2- الأرصاد الجوية، 3- الأغراض العلمية. وقد قام العرب بإطلاق أول قمر صناعي عرب ساد، احتوى على قنوات الاتصال للهاتف وبث البرامج التلفزيونية وتبادلها. 2- المجسات أو المسابير الفضائية، وهي مركبات تطلق من الأرض في رحلة بلا عودة باتجاه واحد، وقد أطلق على أول مجس فلكي لونا 3 ليتخذ مدار له حول القمر. أنواع المجسات الفضائية: 1- المجسات المدارية، وهي مركبات تتحرك في مدار حول الجرم السماوي لالتقاط صور لسطحه ودراسته عن بعد. 2- مجسات الهبوط، وهي مركبات تهبط على سطح الجرم للقيام بالدراسات وهي ثابتة في مكانها، مثل مجسات فايكينغ لدراسة سطح المريخ. 3- مجسات الهبوط المتحركة اللي هي العربات، هي مركبات تهبط من على سطح الجرم وتتحرك بواسطة التحكم عن بعد من محطات الأرضية. المجسات الهابطة، وهي مركبات تتوجه إلى الكواكب الغازية وتغوص في غلافها الغازي. 2- المركبات الفضائية المأهولة، وكلمة مأهولة يعني توجد بها كائنات حية وعادت بهم إلى الأرض. 1- أنواع، هل هي عربات الفضاء، وهي عربات استكشاف فضائي مصممة للنقل أو التحريك بالبشر في الرحلات الفضائية، بحيث تعمل على دراسة سطح الكوكب وجمع عينات الصخور وتصل سرعتها إلى 16 كيلومتر في الساعة.
عام 1957 أطلقت أول مركبة فضائية تحمل كائناً حياً، الكلبة لايكا. العالم الروسي يوري غاجارين هو أول إنسان انطلق إلى الفضاء عام 1961 على متن المركبة فوستيك 1. العالم أرمسترونغ هو أول من هبط على سطح الأرض عن طريق مركبة إيجل مع رائد الفضاء أدوين ألدرين. ثالثا المحطات الفضائية، وهي مركبات فضائية ضخمة تحمل رواد الفضاء والأدوات اللازمة للقيام بالتجارب العلمية، وتبقى المحطة في مدار لها حول الأرض وينقل لها الرواد بواسطة مركبات خاصة. ومن أشهر المحطات الفضائية مير الروسيا ومختبر الفضاء الأمريكي سكاي لايب. المحطة الفضائية الدولية، وهي محطة كبيرة مجهزة تدور على ارتفاع 400 كيلو متر من الأرض، وقد ركبت العديد من الألواح الشمسية لها حتى تكون مكتفية ذاتيا بالطاقة، وهذا دليل على أن المحطات الفضائية تستهلك كمية كبيرة من الطاقة. رابعا مكوك الفضاء، وهي مركبات فضائية مطورة تنطلق من الأرض كصاروخ وتعود كطائرة. ما هو وظيفة المكوك الفضائي؟ 1- حمل الأقمار الصناعية الكبيرة، 2- حمل المعدات العلمية، 3- حمل المؤن اللازمة للرحلات الفضائية. ما أجزاء المكوك الفضائي؟ 1- الدوار يشبه الطائرة، وفيه غرفة طاقم الرحلة الفضائية، وهو مغطى بمادة السيراميك الحراري العازلة التي تحمي المكوك. 2- صاروخا دفع، الدور الرئيسي لهما رفع المكوك من منصة الانطلاق إلى الفضاء وإكسابه السرعة اللازمة للتغلب على القوة الجاذبة للأرض، ويستمر عملهما في المدة الأولى من الانطلاق، ثم ينفصلان عن المكوك ويهبطان في المحيط بواسطة مظلات خاصة. 3- خزان ضخم من الوقود يحتوي على الهيدروجين والأكسجين السائل كمصدر للوقود أثناء عملية الإقلاع، وبعد ذلك ينفصل عن جسم المكوك ويحترق في أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض ولا يهود إليها. إذن الجزء بنفصل عنها وبيحترق أثناء دخوله، ما برجع مرة تانية للأرض. طيب عندنا طبعا المسؤول اللي بيحرق له قوة الاحتكاك اللي هي بين غازات الأرض وبين المكوك أو جزء من هذا المكوك، هاي الاحتكاك بيؤدي إلى احتراقه واختفائه. نحل مع بعض تطوير المعرفة صفحة 130. اجمع المعلومات حول بعد المدار الذي يدور فيه القمر الصناعي والسرعة الذي يتحرك بها عندما يؤدي وظيفة الاتصال والرصد الجوي. الحل: المدار الذي يؤدي وظيفة الاتصال والرصد الجوي يسمى بالمدار المنخفض، الذي يقع بين 160 إلى 2000 كيلو متر فوق سطح الأرض، ويسير بسرعة 7.8 كيلو متر في الثانية أو 28.8% كيلو متر لكل ساعة. هيك يا تامر بنكون خلصنا درس الأول من الفصل الأرض اللي هو استكشاف الفضاء. يعطيكم ألف عافية، بالتوفيق للجميع.